الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. القرآن الكريم دقيق في تعبيراته. هنالك كلمة الحب في القرآن الكريم: الذين آمنوا أشد حبا لله. مشتقات الحب في القرآن متعددة، ولكن في سورة يوسف هنالك إشارة إلى حب وقع بين بشر وبشر، طبعا من جهة واحدة، وهو حب زليخة ليوسف. التعبير ما هو؟ التعبير: قد شغفها حبا. الحب شغفها، أي دخل شغاف القلب. ما هو شغاف القلب؟ حجاب القلب. الإنسان لا يحب كل شيء، هناك حجاب في قلبه. إنسان ينظر إلى أولاد الناس ليس ملزما بحب أولاد الناس، ولكن عندما ينظر إلى ولده حب الولد كأنه يشق حجاب القلب ويصل إليه. المؤمن العفيف يرى النساء كثير ولكن لا يعتني بهن، زوجته المؤمنة تدخل حجاب قلبه. قد شغفها حبا، وهذا لا ضير فيه. زليخة إنما ذمت لأنها شغفت بمن؟ بيوسف. أين يوسف وأين زليخة؟ هذا نبي أجنبي عنها، ما لزليخة ويوسف؟ أما المؤمن والمؤمنة إذا كان طبعا كفئين هذا المعنى مقبول جدا، ولكن في تراث أهل البيت عليهم السلام إشارة إلى العشق وإلى الحب بالمعنى السلبي أيضا. إنسان يحب ما لا ينبغي أن يحب، ومثاله كما ذكرنا حب الأجنبية، امرأة أجنبية عنك، ولطالما يتفق بعض الناس وخاصة عند التداخل بين الرجال والنساء في العمل، زمالة العمل وغيره، إنسان محصن متزوج يدخل في قلبه حب أجنبية لا يمكن أن يصل إليها لأنها متزوجة مثلا. هذا الحب ماذا تفسيره؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشق، هذا الحب الذي لا معنى له غير مطلوب شرعا، فقال عليه السلام: قلوب خلت عن ذكر الله فأذاقها الله حب غيره. فأن يكونوا معي جيدا، إذا رأيتم عاشقا ذكروه بهذا الحديث. يقول: قلوب خلت عن ذكر الله، طبعا الذكر الذي يورث المحبة، فأذاقها الله حب غيره. هنا الإنسان هو أوقع نفسه في الفخ، نظر إلى امرأة نظرة مريبة وهي نظرت إليه فحصل ما حصل. لماذا رب العالمين نعم يذيقه حب الغير؟ هنا إخواني هناك مبدأان في الواقع، أحدهما خطير والآخر مبشر، وهما التوفيق والخذلان. التوفيق أن يجمع الإنسان رب العالمين بين الإنسان وبين الخير، يهيئ له المقدمات. إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين عليه السلام أو حب زيارة الحسين. لماذا البعض يشتاق إلى زيارة المشاهد والبعض لا يشتاق؟ هنا رب العالمين يوفق بينك وبين العمل.
والخذلان أيضا. الإنسان إذا خلى قلبه من ذكر الله ومن حبه يخذله أيضا. إنسان يقع في قلبه أن يذهب إلى مكان فيذهب، وإذا به يقع في حب من لا يجوز حبه. إذن رب العالمين يذيق البعض حب الأغيار من باب العقوبة. أنسى رب العالمين ينسي البعض ذكره، نسوا الله فنسيهم. إذن هذه نقطة. قد تقول الآن كيف نجمع بين حب الله عز وجل وبين حب الزوجة والأولاد؟ المؤمن كلما زاد إيمانه زاد حبه لأسيرته، هذه المرأة أسيرة. هذا الحب يختلف عن ذلك الحب الأول. أولا هذا الحب انعكس من محبة الله عز وجل. أحب هذه الزوجة لأن الله عز وجل أمرني بودها ومحبتها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه مودة من الله، ومودة الأجنبية من الشيطان. فرق بين هذه المودة وبين هذه المودة. المودة إذا كانت من الله عز وجل، كنوا معي جيدا في هذه النقطة، ليس فيها خطر. أولا لا تعلو على محبة الله، هو جعل المودة. المودة من مستحيل المؤمن يأتي عليه يوم يحب زوجته أكثر من حبه لله. هذه من الله، نعم شعاع من محبة الله. أين المحبة الشمس وأين شعاع الشمس؟ حزمة من شعاع الشمس لا كل الشعاع. إذن المحبة لا تغلب على محبة الله عز وجل. وثانيا هذه المحبة لا تدعوه إلى الحرام. مودة الأجنبية تدعوه إلى النظر المحرم والحديث المحرم ثم اللقاء المحرم. ولكن من أحب زوجته لله ثم أمرته بما لا يرضي الله، أمرته بالتبذير والإسراف، أيضا مستحيل يسمع كلامها. هذا الحب لا يسلبه عقله ومنطقه. إذن هذا حب آمن وليس فيه ما يخاف منه. الآن موجبات هذا العشق وهذا السكر ماذا؟ هل المرأة فقط؟ لا، الرواية تقول أن هنالك سكر بخمس، خمس روافد للسكر، منها الخمر. الخمر يسكر الإنسان، ولكن لعل هنالك ما هو أشد من سكر الخمر. الخمر يسكر الإنسان ساعة ساعتين. سألنا بعض الذين يشربون هذا الحرام يقولون ساعات وينتهي، يعود إلى وضعه. ولكن سكر الشباب، السكر بخمس، الشباب والإمرة والمال والخمرة والعشق، خمس مصاديق للسكر. الشباب طبيعي، الشاب لا يفكر بمنطقه، ولهذا ورد في خبر طريف يقول رأي الشيخ، الشيخ يعني كبير السن، أحب إلي من جلد الغلام. غلام فيه طاقة فيه عنفوان، وشيخ كبير السن له رأي حاذق. هذا جالس مكانه والشاب يقفز هنا وهناك، يقول رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. الذي له شاب جميل يذكر له بعض النصائح، أب كان في بلاد الغرب وارتكب بعض الهفوات التي لا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل. الآن كبر في السن، صار متقاعدا كما يقال، انتهت السكرة وبقيت الفكرة.
هذا عندما يذهب ابنه لبلاد الغرب لا بأس يقول له: بني، ليلة السفر إياك وإياك أن تعمل ما عملته أنا. قبل 30 سنة أيام الشباب ذهبنا إلى بلاد الغرب، ارتكبنا ما ارتكبنا، نسيت وانقضى الأمر، ما بقي منها إلا الصور، انتهى الأمر، ما بقي إلا الوزر. طبيعي هذا الشاب، ممكن والله العالم إذا أخذ الله بيده من الممكن أن يرتدع. والإمرة أمير، طبيعي الإمرة الحكومة التسلط ولو على مجموعة صغيرة. بعض الناس نعم يصبح رئيس قسم وإذا به ينسى القواعد والقوانين، يغضب بغير حق ويعاقب بغير حق. المال معروف، سكر المال أيضا، والخمرة والعشق. أعتقد هنا المراد بالعشق يعني عشق النساء. هذه 5 روافد لماذا للوقوع في هذا السكر. وأخيرا عن علي صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ الرواية بلا تعليق كثير من الروايات المخيفة في هذا المجال. بعض الناس عندما يحب حراما يرتكب الكثير من المخالفات، يقاطع أهله، يخالف القانون، يهتك الأحكام الإلهية، يذهب في طريق ملتوي. من عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه. العين لا ترى عندئذ، لأن الغالب عليه ما هو بصدده، فهو ينظر بعين غير صحيحة، عينه لا ترى الواقع، ويسمع بأذن غير سميعة. تقول: يا فلان ماذا تعمل؟ ما تعمله هلاك الدنيا والآخرة. ولكنه لا يسمع، قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. كيف يصف المريض بهذه الأمراض الخمس: سكر الشباب والحكم والمال والخمرة والنساء؟ إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج، أبلغ عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.